قال لك لا راه غنديبانيوكم دابا. قلت لي ما عندكم فاش ديبانيو، حنا عطانا الملك. كيفاش عاود لينا هذه ديال حركتي؟ انا جا دا لي الكروسه الاولى ودا الثانيه ودا لي الثالثه. هي فاش دا لي الثالثه هو شريت جيترو ديال ليسانس ولحقت عليه البيرو. انا ماشي للمارشي، جا السلعه كامله 32 صندوق ديال العنب اللي قلبها والدلاع تيضرب الدلاع بحال ما فلوس مشاو لك. اه صافي باللي من وراها بشي سيمانه مشيت كنتاجر مع الدراري كانوا خدامين، مشيت خدمت معاهم تمشيت للحبس. هذيك الساعه ما عمرك ما دخلتي للحبس اول مره؟ هذيك الساعه ما عمرني دخلت للحبس اول مره. والو ما قال والو، ما كاينش الرميد ولا التنميه البشريه ولا ادماء الساجين، هادشي كنشوفو غير في دوزيام والرباط، في الواقع ما كاينش. مشاهدين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا دائما في إطار تتبعنا للحالات الإنسانية والاجتماعية. معنا اليوم الأخ عبد الجليل من منطقة أناسي مدينة الدار البيضاء. عبد الجليل عاش الحقرة قاصة، كان خدام بخدمته، عنده طبلة ديالو كيبيع ويشري. من بعد صراو واحد الظروف ومشاكل مع القيد وتحليل الملك العمومي خلوه أنه يدير تجارة ديال المخدرات ودخل الحبس وصراو ليه مشاكل اخرى. من بعد تما غادي تولي فيها القضيه، وليدات غادي تشردوا ويولي عندهم مشاكل. خليكم معنا باش نتبعوا الحاله ديال الاخ عبد الجليل. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام اختي. عاودنا القصه ديالك من الاول. انت كنتي خدام بخير وعلى خير، عندك كروسه كتبيع. كنبيع ونشريو بخير، راه كلشي كيعرفنا في أناسي. الوحيد اللي كان تيهضر على الناس كاملين كنا حنا ثلاثه الناس اللي مكلفين كنهضروا على كل شيء. جا عطانا واحد البلايص اللي عطاهم لينا فوق المد اللي عاطي الكازا كامله، قوات اللي ديزي اللي عاطي الكازا كامله جا فوقهم ودار لينا بريركات. ما قبلتهمش هذوك البرارك، عاود عيطوا لي بوحدي، ما عيطوش لدوك الناس اللي معايا، لا خدار لا صحاب الديسير لا صحاب الحوت، عيطوا لي بوحدي. كان معايا واحد تيقولوا لي عبد الهادي كيدير الحوت وواحد السيد خدار، وكانوا معايا شي ناس في الديسير خلاهم على برا. دخلني الباشا والكاتب العام سميتو العطفاوي وبريجة، دخلوني قالوا لي شو هاد المشكل غنحلوه معاك انت، قول لينا انت اش باغي. قلت لهم هاد الكلمة ديال قول لينا انت اش باغي ما عمركم تجبدوها ليا. انا قول لي مع الناس اللي كلهم منك من الناس اللي مني من الناس باللي شديت معاهم العكوس بحال ما هكا. كيفاش العكوس؟ ما فهمتش. صافي دابا يعني هضرت على الحق ديال مع خوتك في الحرفة كامل اللي معانا كلشي غيستافد. قال لك لا راه غنديبانيوكم دابا. قلت لي ما عندكم فاش ديبانيو، حنا عطانا الملك هو اللي عطانا مشروع تحط لينا في باقي هذيك الساعه الكاريان ما تحولش، تعطانا مشروع ديال الباع المتجولين هذاك السوق راه في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، فهمتي؟ حنا تعطانا المشروع، المشروع عاود راب هذاك السوق دار بلاصتو مشروع اخر وبغاو يديروا لينا برارك، وهذيك البرارك ما تقبلناهمش حنا. صافي من تما انا وليتي في المشاكل بحال هزيتي الديره، مشى المشاكل كثار من المشاكل معاهم، راه ما غاتحاربش مع دوله، راه باشا هذاك باشا كيتحكم راه لكل ذي حق خلقه، الا عندك الحق راه باشا قيد عامل. لا ما كاين، وانا حركت راسي عنده بباشاويه. كيفاش عاود لينا هذه ديال حركتك؟ انا جا دا لي الكروسه الاولى ودا الثانية ودا لي الثالثة. هي فاش دا لي الثالثة هو شريت جيترو ديال ليسانس ولحقت عليه البيرو.
حكت عليه حتى للبيرو، دخلت عليه هرب هو من البيرو، نقز من البروميان نقز لتحت. علاش؟ كنت تحرق انا وياه حقاش، حقرنا بزاف، حقرني بزاف، تعدى علي الحقره لدرجه انك انت صافي بغيت تحرق راسك وانت حي. نموت، اللهم نموت، تنشوفه في الموت. انت متزوج؟ هذيك الساعه متزوج، عندك شحال الوليد هذيك الساعه؟ ديك الساعه دابا شحال عندك؟ دابا عندي اربعه الوليدات. هزوني من قدا، جا واحد السيد خدام في القوات المساعده وواحد السيد تا هو خدام مقدم في الازهر، كبوا عليا الرمله هما اللي طفاوني. تاوني صبي شعلات فيك العافيه، شعلات في العافيه في القيبال. محروق من هنا من هنا، محروق من رجلي، شعلات في العافيه، طفاوني داوني للمنصور داويت، جابوني للكوميسيريه ديال الازهر. ما عرفتش اش دار في هذاك الملف، تا دازت ليام دايريني بانك ما نضاربش مع الباشا، هارب من سبيطار ديال المجانين وعندي مشاكل مع دارنا وكبيت عليا ليسانس. زعما بحال عندك مشاكل عائليه اللي خلاتك هي اللي تنتحر ولا تحدي محاوله الانتحار؟ لا لا مشاكل، زعما هادشي اللي دار في الدوسي، هادشي اللي دار في الدوسي وتطوى الدوسي. صافي رجعنا كنبيعو ونشريو عاديين، حتى جا المشروع، جا المشروع طلعنا هنا الان المشروع هنايا، بقاو الناس تما تيبيعوا وشريوا، انا طلعت درت بيعه وشري، انا عاود حيدني القيد، بالله حيدني القيد، شفت والو ما كاينش درهم، ما كاينش منين تدخلها، وهادي مشيت بديت نبيع في الحشيش. دابا كنتي داير كروسه كترزق الله بالحلال، قلبتيها طيب، كتحط كتحط طابله هنا كلشي كيعرفها، يلاه بدا المشروع حاط طابله كنبيع ونشري حلال طيب، كنصور من 300 درهم حتى 400 حتى 500 يوميا. باش نكونوا حنايا نكونوا واقعيين، نكونوا حنا نمشيو إلا كنتي حاط طبلة وكديرونجي يعني غديرونجي مثلا، حيت بعض المرات كيكون مول الحانوت حاط أنت قدامه راه يقدر هو يقدر المشروع. لا حنايا ماشي مشكل، حنا غادي نشوف أقصى حد في هذه القضية هذه ديال اللي عنده طابلة ولا عنده هذا، راه هي كيدير ليهم أنت سيرتو أنت مع في إطار ديال التنمية البشرية وإدماج والإدماج يعني لا يقدروا لكم سوق نموذجي ما عطاوكش. سوق نموذجي راه هو داروه مستافدين فيه شي عشرة الناس ولاد المنطقة، الباقيين دور واحد حانوت بحانوت، ما كانوش معنا في السوق. منين جاو دوك الناس وشكون عطاهم؟ بغينا نعرفوا دوك الناس منين جاو. أكثر من 70% تما ما كانوش معنا في السوق، فهمتي، وما وقعوش اليوم هذاك الشيء ديال اللي وقع لينا حنا، حنا ضرينا بزاف. بان لك الحل هو أنك تمشي دير التجارة في المخدرات. باللي جيت هنا بعت وشريت حيد، جا عندي واحد القايد كان انا ماشي للمارشي، جا السلعه كامله 32 صندوق ديال العنب اللي قلبها، والدلاع تيضرب الدلاع بحال ما فلوس مشاو لك هذه. صافي باللي من وراها بشي سيمانه مشيت كنتاجر مع الدراري كانوا خدامين، مشيت خدمت معاهم تمشيت للحبس. هذيك الساعه ما عمرك ما دخلتي للحبس اول مره؟ هذيك الساعه ما عمرني دخلت للحبس اول مره. صافي باللي مشيت انا للحبس جات استفاده، استفاده عطاو اللي بغاو. ناد واحد السيد قال لهم فلان، قالوا لي لك تي غتجبد فلان حتى ما غتستافدش في هذا السوق، وقال لي القيد اللي كان انا قال لي الا جبدتي هذاك حتى ما غتستافدش. ايوا صدقوا مستافدين اختي، راه بعد الناس اللي داخل خارج الحبس خمسه شدات، داخل خمسه شدات، داخل خارج داخل خارج، ما كاينش البديل. عندك صنعتك كتمشي للشركه تيقول لك انت مدوز الحبس ما يقدر. شنو الصنعه اللي عندك؟ انا كهرباء الصيانه الصناعيه الكتريسيتي دونتروتيان اندستريال. زوينه هادي، راه حرفه تجيب بها الذهب زعما، ولكن ما تخدمش لا ما كان لا كنتي انا دابا دفعت ليهم قال لي لا ما نقبلوش. انت في الاول ما كان عندك لا وسخ لا والو لا حبس لا والو، كنتي خدام كتبيع وتشري؟ كنت كنبيع ونشري، وانا حسيتي بحقره عزيز عليا البيع والشراء على الخدمه. علاش بيع والشراء من التجاره زوينه وكنصور فيها الفلوس؟ الرسول عليه الصلاه والسلام وصى بالتجاره. تجارة اختي هي اللي كتسنى وكل فيها، وما اللي في ولادي راه ما تصاور يبينوا لك ديالي ولا ديال ولادي كيفاش كانوا. ماشي هنا دابا هذا هو المشكل، كاين مشكل اخر، ولدك غادي تهرس. هو دابا تيقرا في الباك، العام اللي فات هو ما عمرو سقط، ديما تيجيب نقاط مزيانين. العام اللي فات سبابو تا جاب نقطه ناقصه وهو سبيطار.
سبيطار هذاك التعطال ديال السبيطار وطلبناهم باش يخليو الدري حتى يدوز الامتحان، ما قال لك راه دوز راه باللي مشينا دو حيد ركبنا ليه الحديد الدري ما نجحش. ها هو هذا العام عاوتاني في انا ما فهمتش هذا الحديد اللي بقى لي عامين في رجلو لحد الساعه باقي لي لحد الان باقي. وتصوري الدري ما كاينعش مع هذه البرداده ما كاينعش برجلو، بات صداع وتيمشي مع الصباح للمدرسه وثلاث ايام ما واكلينش النعمه، النعمه ما داخلاش الكرشو حقاش هذاك الشيء اللي غياكلوه كد تتصير فيه على اختو باغا تحيد له الجلود. هي مريضه وخاصها عامين. اه ما الوراق عامين. عندك الرميد؟ عندي الرميد واخا عندك الرميد والو ما قال والو ما كاينش الرميد ولا التنميه البشريه ولا ادماس الساجين، هذا الشيء كنشوفوه غير في دوزيام والرباط، في الواقع ما كاينش. دقيتي هاد البيبان و ما كاينش قد دقي الباب اللي دقيتي مشيت على دوك قالوا كيعطيو ماطر هادي والو ما كاينش. لي سولت يقول لك سير اليوم باغي ترجع للحبس؟ لا ما باغيش، ما كاينش شي واحد تيبغي يرجع للحبس، كاين شي واحد كيتمنى يمشي للحبس ولا يرجع للحبس. شفت انت خويا عبد الجليل اللي درني في قلبي هو انك انت كنتي خدام بخير وعلى خير، مشكل بحال هكذا ديال في هذه الخرجه اللي خرجت من الحبس هذوك ثلاثه التصاور راهم اللي كبار هذوك راه في هذيك البلاصه وكاع الناس كيشوفوني، الناس ديال الامن بقى فيهم الحال، ناس ديال الامن بقى فيهم الحال حقاش هذا القايد هذا وصدع عليهم روسهم. حيت ماشي حل تكون كتبيع وتشري نحيدوا لك الكروسه غادي تمشي تبيع دير التجاره ديال المخدرات. الامن بقى فيهم الحال ولا مصدع عليهم روسهم، كل مره جي نطلعوا لهذا جي نديروا لهذا، هذوك الناس هما طابوا معاه اقسم بالله العظيم. لا ناس ديال الامن ما وحلات اليوم انا على قبلي تما. دابا الناس اللي بحالك حنا خصنا نوقفوا معاهم، سورتو انا كنوجه رساله للقيد او الاعوان ديال السلطه او المسؤولين هنايا في هذه المنطقه. القيد علاش؟ القيد دابا باللي كيهضر معايا تنقول له خاصك تمشي دير خدمتك، خدمتك ما كديرهاش. ها هما كاين اللي عنده قهوه واخد حانوت وواخد الملك العمومي، كلهم تيتخلص من عنده. ماشي ضد القانون ولا ضد سميتو، الا عندك كاين الملك الحمد لله محمد السادس عطى فرصه للناس السجناء الادماس السجناء اللي ملي يخرجوا من الحبس وبغوا يتوبوا ويديروا حياه جديده ماشي عطى السجناء عطى الكل وعاباش في اطار التنميه البشريه عطاكم كتبيعوا وتشريوا، يعني خصنا حل. نعم انا صراحه كناشد من السلطات ولا من الناس المسؤولين في هذه المنطقه يشوفوا من الحل. خويا عبد الجليل يلقاو الحل، حيت ماشي واقيلا بوحدك راه منك عدد، يلقاو حل لهذا المشكل هذا. الا كان هو يوقف في الملك العمومي راه كاينين كاين السوق النموذجي عطيوه البلاصه ديالو، راه حنا شفنا التصاور ديالو راه كان كيبيع ويشري، كان كيبيع ويشري واضطر انه يولي كيدير التجاره في المخدرات ولا كيتشد في الحبس. دابا ولا عنده الوسخ يعني صافي ثلاث ايام ما تياكل وما تشرب والثلاجه خاويه، راه لا حول ولا قوه الا بالله. عنده ولده يعني مراهق عامين والحديد في الرجل ديالو باقي حتى شي طبيب ما بغى يحيدو ليه في بن رشد، راه لا حول ولا قوه الا بالله. هذا ميساج كنبغي نوجهه للوزاره ديال الصحه. شكرا لك خويا عبد الجليل، كنتمنى الصوت ديالك يوصل للمسؤولين ولا للمحسنين ان شاء الله تلقى شي تعاطف من المحسنين، لان مؤخرا ولينا كنلقاو غير المحسنين. شكرا لكم، وصلتوا معنا النهايه ديال الفيديو، كانت معكم مريم فساحي، خلف الكاميرا حمزه بوقنادل. لنا الصورة ولكم التعليق. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.